السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية اللون البنفسجي في المنام. أولا، ما تفسير رؤية اللون البنفسجي في المنام للمرأة العزباء؟ أوضح عدد من العلماء إن رؤية الفتاة العزباء أو امرأة غير متزوجة للبنفسج يشير إلى الحرمة أو الأعمال المشينة، فهي عبارة عن رسالة تحذيرية وإنذار بالتكفير والتأني في التصرفات والقرارات الحياتية. ودل رؤية العزباء لخطيبها أو حبيبها يهديها الزهور أو الورد البنفسجي هي دليل على فراق بينهما، أو كانت رسائل تحذيرية لها من هذا الشخص. أما إذا رأت العزباء إن زهور البنفسج وسط باقة من الزهور، دل ذلك على الفرح والسعادة التي سوف تتمتع بها المرأة في حياتها القادمة مع شريك حياتها، والله أعلى وأعلم. البنفسج في المنام للمرأة المتزوجة. يفسر العلماء إن رؤية المرأة المتزوجة لظهور البنفسج في منامها هي دلالة على إنها سوف تسمع أخبار وأحداث ومتاعب ومشاكلات تمر بها خلال الفترة المقبلة. كما أن رؤية ظهور البنفسج في الحلم للمتزوجة تدل على الخصومة والطلاق بين الزوجين. وإذا أعطت المرأة ظهور البنفسج لأحد أبنائها، دل ذلك على أحداث سارة وخير يتعلق بأبنائها. وعلى العكس، إذا رأت المرأة المتزوجة إن أحد أبنائها يعطيها ظهور البنفسج، دل ذلك على متاعب وخلافات أسرية تحدث في أسرتها. ما تفسير رؤية اللون البنفسجي للحامل؟ يفسر العلماء إن رؤية المرأة الحامل للظهور البنفسج إلى إنها سوف تضع أنثى، والعلم عند الله وحده، وهي بشارة بالراحة والسعادة والفرج في أيامها القادمة. تفسير حلم اللون البنفسجي للمطلقة. تدل أزهار البنفسج في الحلم المطلقة على حياة هادئة ومستقرة وفرح وفرج في حياتها القادمة وتغييرها إلى الأفضل في الفترة القادمة. وبكده يكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.